هلا السلام عليكم، معكم محمد. اليوم اجينا ورجعنا بحلقة جديدة من تابس، وطبعا حلقة اليوم حتتمركز على فراكشن واحد. فالفراكشن متى ما قلت بالعنوان هو تبع ماينكرافت. يب، اخيرا حنجرب شخصيات ماينكرافت، واتوقع انه حيكون في شغلات غريبة، حيكون في شغلات كتير غريبة. زائد في شغلة تانية، واللي هو انه في شوية مودات نزلت جديد، هدول المودات ممكن شيك عليهم هاي الحلقة، بس اتوقع انه حنخليهم لحلقة تانية. Unarmed Steve هنحط ضده Unarmed Alex. واكون صريح، ماني عارف شو اتوقع منكم انتو. ما بعرف شو اتوقع منكم، يعني شو هتساوي؟ هذا اللي باليدين؟ اوكي. او ديم، سريعين شوي. هاي شغلة لاحظتها لهلا خيبة. وبياكلوا ضرب، بياكلوا ضرب محترم. اضرب، روح ستيف، روح. Alex هي نيفر مايند. اليكس كنت فاكر ان اليكس هي اللي عم تفوز شوي، بس نوب. ستيف ضد زومبي هانت، يلا روح بوكسات ستيف. ديب، اوكي ستيف ما بيحسن ياكل ضربه واحده بس من الزومبي. توقع انه عم يوصل له دمه. ياب، زومبي عم يوصل له دمه. شيت، بيجلين ضد زومبي، هالشيء انا بصراحه حاب اعرفه. البيجلين تبع النذر ضد الزومبي، اتوقع انه الزومبي حيفوز. اتوقع انه الزومبي فاز. الزومبي رسميا فاز. كم بيجلين حتاخذ مشان الزومبي؟ اتوقع اثنين المفروض يكونوا كافيين، بس اشك صراحه. يب، قتلوه سكلتون. روح سكلتون، احول كعادتك احول. الزومبي خايف بس قتله بالحالتين، هالشيء غريب شوي. هذا احول كالعاده، بس الشيء الغريب هو انه الزومبي كان خايف بهذيك الفايت، بس هلا ما هو خايف. وات ذا فاك، ياخذ مساحه كبيره شوي. خليني اجرب ضد ستيف العادي. ان ارم ستيف، الله يعينك. كريبر انفجر، كم لا كريبر ما انفجر. وات، ممكن بس يموت بانفجر. خلينا نجرب هالشيء، خلينا نجرب هاي النظريه. يا حولان كيف عم نضرب كوب بوكس وما في عنده ايد اصلا؟ تستهبل. انا اخترت الشله الغلط، انا رسميا اخترت الشله الغلط. قاعد دايم تصفع من كريبر بدون ايد وصفعه. صراحة ما بعرف شو الاتش بي تبع الكريبر، بس ما اتوقع حيتحمل بلستا. نوب. اوه هلا يمكن بينفجر. اوه بنزل قنابل بس يموت. هاي هي بيجنن كروس بو دايم. ها كروس بو ولا شوت جون؟ خيبة، حيصفع. هيصفع حتى انه احول، حلو كثير. بس انا خليني اجربك بدال الكريبر، خليني احط لك سكلتون، خليني يكون في شوية عدل. اتوقع انه سكلتون حيودع. ما ودع، واخيرا صاب رصاصته. اوكي السكلتون بضرب اسرع، بس ما هو بالقوة هذيك. خليني نجرب النحلة. اوه شيت، ايه من النحلة ما عم تسوي اي شيء بنوب، بس عم تطير. والبيجلين حيضيع كل شيء، اتوقع انه فايتكم مو عادل شوي. خلينا نجرب شغلة ثانية، واللي هو شلة سكلتونز. كمان، هذول هن. اوه شيت، مين فجر هيك؟ هاي النحلة؟ والله النحلة ما عم تموت حتى من المي. ديب، لا يدري النحلة قوية. وات؟ الزلمة ما مات حتى من المي. سلايم شو حيساوي سلايم؟ اوه ديب، حيضرب الارض بس. كمان ادينك بتسوي شغله ثانيه. سلايم اصلا ما له ضربه، بس بيدعس عليك. اوكي، لحد الان صراحه النحله كثير او بي. خلينا هلا نجرب هذا الزلمه مبين عليه انه قوي. اوريدي شعال نار، والصراحه ماني فهمان اي شغله منه، بس على الاغلب يب حيضرب نار. والنحله عصبت. ديم، طيب النحله من جد قويه، ما بتموت. هاي مصيبه فيها انه ما بتموت. والله قتلته، انا ما قتلته، هو قتلها. بس ديم النحله كثير قويه. خيبه، استنى شوي، الجوست يا رب يكون كبير. شيت، ما هو كبير. وين ما هو كبير، اقل شيء ان شاء الله حيكون قوي. شو عم تضرب هلا؟ هاي شغله، حيضرب نار نفس هذا. اوكي. بعدين حيقعد يلوح له، شو هالرجلين هذول؟ انا شايف الزلمه عم يبلعها وهو ساكن. والله ديم عم ياكل كثير ضربات، صلحته عين. بس مقارنه بالبليز، ديم البليز من جد مسح فيهم الارض مسح. اوكي، ثلاثه ضد البليز، بدي اشوف كم واحد حياخذ مشان يقتلوه. عم يضرب كثير عالي، فما حيصيب اي حدا. بليز، اتوقع انك احول شوي. يب احول كثير. وات؟ هذا شكله سمين مو شكله طويل. على حسب ما بتذكر اندرمان كان نحيفه طويل، ها سمين. بس سمين. اوه اوكي، بس يختفي. هاي شغله حلوه، وبعدين حيمسكك وينزل فيك. حيمسكك وينزل فيك غسل. ما حتهرب منه، ما حتهرب من اندرمان. نجرب ستيف المسكين. والله عم سوي ضاجات ابن حلال. اكل كف ديب، عندنا دراجون بسرعه.
ليش هذا دراغون في عنده في عنده جناح صغير جوات كتفه؟ اوه الزلمه اللي جواته اي روحه. ويل خلينا نشوف لو الالدر دراغون كتير قوي. اكون صريح هاي الضربه ما تسوي كتير دامج. اوه عنده ضربات ثانيه، عنده ضربات ثانيه. والله اكون صريح شكله نوت باد لحد الان ما قتل اندرمان واحد بس. كان حينتحر وهلا ماني شايف اي شيء بنوب. اوه زد حاله. والاندرمان ما هيعيش بالمي اكيد، والاندر دراغون اتوقع ما هيعيش بالمي. شيت شيت اتوقع انه الاندرمان عاش اكثر من الاندر دراغون. السؤال كم بليز حياخذ مشان يقتل الاندر دراغون؟ حاط لك ثلاثه، واحد مات اوريدي، كمان اثنين ممكن يسوي اي شيء. اتوقع انه ضربه تبعيه الايس حتوديهم داهيه. هذا مات، كمان بليز الاخير لا تموت تحسن. والله دايم الاندر دراغون من جد قوي طلع، بس انه نزلت بالمي وخسروا 32 سكلتون. هيحسن يسوي اي شيء عم ينهيهم، بس لسه في كميه منيحه منهم الصراحه. اتوقع انه في عندهم امل، اتوقع انه في عندهم امل انه يقتلوا الاندر دراغون. روحوا روحوا سكلتونز تحسنوا. نفخ نفخ اكلوها رسميا اكلوها. يب يب اتوقع انه حيقتلهم، على الاغلب حيقتلهم. يب قتلهم ديم 32 واحد وما حسنوا يقتلوه. خلينا نجرب الوذر. ما شو اتوقع من الوذر الصراحه، بس في شغلتين اوريدي عمضوه. اتمنى انك تحسن تقتل الالدر دراغون، وهالشيء حتوقع منك اكون صريح، حتوقع انك تحسن تقتل الالدر دراغون. والله فايتر الصراحه فايتين ببعض شوي. الالدر دراغون قاعد عم ياكله اكل. بلو استنى شوي، مين كان بلو؟ اتوقع ان الالدر دراغون هو البلو. او لا الوذر، اوه الوذر فاز على الالدر دراغون. دول اي درجه وايا ولا واحد منهم صاب. هذا مين؟ اوه ديم هلا عم يصيبوه، عم يحولهم. باقي اثنين وقف قدامه وبيحوله. ديم الوذر شكله كتير قوي، في شيء على طول بحياتنا كلها لازم نجربه. الدارك ماس ليش؟ ليش مستحيل اجرب شغله وما تنتهي بالدارك ماس فايز؟ خلينا نجرب شغلات ثانيه. دايموند سورد ستيف هل احسن تساوي شيء؟ كمان انت الوذر معك دايموند سورد، لا تخذلنا لا تخذلنا. روح روح ستيف، لا تخليه يستولي عقله. استولي عقله قاعد دايمت. اوكي بيقولوا الاكس اقوى من السورد فخلينا نجرب. روح ستيف. والله ستيف عم يلعب فيك، انا اسف ستيف بس والله عم يلعب فيك لعب ديم. ستيف متى انت هيك فاشل؟ اوكي حطيتك ارمور. روح روح عيش، لا تموت نفس الاهبل. قاعد دايمت حيتم يقتله هيك، اتوقع انه حيموت الا لو جابها، الا لو قتله. كمان ستيف بس تسويها. ستيف 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 لا تخذلنا، ستيف يرحم اهلك. قاعد دايمت ستيف شو المفروض واحد يسوي لك حتى تصير اقوى من هيك؟ ولا اتوقع انه لازم نحط اليكس مشان نجرب هلا. روح يا اليكس. حجت لي الوذر ولا لا؟ اتمنى انه واحد منكم يحسن يسويها، مع انه ستيف كان نوب نوب. اوكي روحوا انتوا اثنين مع بعض، انتوا اثنين فل ارمور فل سوردز، روحوا انتوا اثنين مع بعض. شو هيك سويت؟ هيك عجبك يعني؟ زتيتهم بالمي؟ هيك عجبك؟ لسه ما نزل بالمي؟ هذا هو؟ وهي هون اتوقع، يب هاي اليكس، ها ستيف، كمان انقذي ستيف، روحي، روحي ساعديه، لا تخليه يستولي عائلكم، يس، زتوه بالمي، كفو، ما بحسن يعيش بالمي. يس، ليتس جو، عمل جماعي. وذر، اتوقع انه المفروض هون تكون النهاية صح؟ صح؟ اوه دايم اوه دايم انا اسف. اول ما ضربت مسخر عليه طلع اثنين. وات شو طاقته لهيرو براين؟ هاي اللي ما بعرفه لهلا. الزلمه عم يختفي وعم يطلع واحد ثاني، صار في اثنين. اول مره اشوف الوذر عم يسوي هاي الحركات هاي، بس ماني عارفان مين عم يفوز هلا الصراحه. ما بعرف مين عم يفوز، هيرو براين ضد الوذر، مين عم يفوز؟ ما عندي فكره. كمان كمان وذر، ما بعرف اول مره عم يشجع الوذر، حاسس انه الوذر قاعد عم يتصفح هون. تحسن وذر روح تاع الشيت فجروه. اوكي ممكن هاي تكون اول تجربه حي يخسر فيها الدارك بازل صح؟ هيرو براين كمان كمان لا تخذل امالنا، يرحم اهلك يرحم اهلك. عم يمسح فيه الارض مزح. ديم 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 والله مين ما جبت ضد الدارك بازل تخيب. ما بيفوز
ما في حدا حيفوز حياة الكل. اه والله الفيليجر الصراحة دي او ستيف ستيف صلع النبي خيبة. فيليجر الفيليجر طالع حلو، الفيليجر طالع حلو، اقل شيء احلى من هداك اللي طلع لنا بتردر. قولي له ما شفت الحلقة اللي قبل هاي الديم. شفنا الفيليجر اتمنى انه ما ارجع اشوفه مرة تانية بحياتي، بس ها شكله كيوت. هلا بتحسن تروتيت لستيف، روح لبسه بالبيكاكس بص راسه. اه شت ارنك احول ايه بس سبايدر من جد لاحس الارض. انت ليش هيك على الارض؟ خلينا نشوف الزلمه اللي جواتك. وين الزلمه جواتك؟ عباره عن زلمه صغير. هذا هو زلمه صغير مع اجنحه. روح سبايدر شو هتحس تساوي؟ تساوي ولا لا؟ ستيف البيكاكس. اوه شت عم يمص له دمه. ديم اكله اكل. فالمعناته خلينا نشوف هذول الاثنين عم ياكلوا بعض. زومبي وسبايدر ليتس جو. او ديم والله سبايدر اقوى. يلا ها الزومبي اللي فاز. شيت الزومبي اقوى. ديم زومبي اقوى بكثير. لاي درجه الزومبي قوي؟ استنى شوي خليني احاول احط لك ستيف مع سورد. هس نسوي شيء ستيف مع سيف. كمان ستيف صار معك سيف. ستيف يا اهبل معك سيف، استخدم سيفك. ايوه كفو عليك. ايوه انهي خيبه. ديم ستيف البندكتور. شو البندكتور؟ اول مره بعرف انه اسمك البندكتور. حلو كتير. انشفط زلمه انشفط. وهذا البليجر. اوكي عندك اكسبو مبروك عليك. اوه ديم والله نهى كفو عليك، بس بده شويه مساحه. واخيرا وليس اخرا الويتش. اوه الويتش من جد كبيره ديم لهالدرجه. لهالدرجه السحر مثل معاكي. خلينا نجربك. اوكي اوف الله بلعته بوشنات. هتبلع ستيف بوشنات؟ بوشن تاني امسك. ستيف صار بالارض كمان البوشن. ديم ستيف شو سويت فيك؟ روح ستيف كبير روح معك ارمر هلا. ايوه كفو. ماينكرافت يا بتفوز يا بتخسر، ما في اي خيار تاني. النار ضد البوشنات، النار فازت. اوكي وحاليا بما انه في عندنا هذا المود يب حيصير في فري فور اول او باتل رويال بين شخصيات ماينكرافت كلهم. فخلينا نشوف مين هو واحد بينات. لو انت متوقع الفائز من هلا اكتب لي اياه. في عندنا هيرو براين هون، وفي عندنا الالدر دراجون، زائد انه في عندنا الوذر اكيد اخيرا وليس اخرا استاذ ستيف الطبيعي. فاتمنى لك التوفيق بحياتك. اتوقع انه حتتصفى انت، وعلى الاغلب اللي حيفوز هو الاندرمان. يب اتوقع انه الاندرمان حيفوز او هيرو براين، واحد من الاثنين ما بعرف لاي درجه ذاك الزلمه قوي، عاش كم ضربه من الدارك بزل. فخلينا نشوف. روحوا كمان ورجوني من اول واحد ماينكرافت. ليتس جو. الويتش ماشيه او الويتش نزلت بالاندرمان. روح اندرمان لا توقف كفو عليك. الاندر دراجون لسيته عايش، الوذر لسيته عايش، هيرو براين لسيته عايش، هذاك هو اندرمان. هلا عم يقاتل الويتش. ليتس جو والله ديم عم يقاتلوا ببعض خيبه. اوكي اندرمان مات. شيت هلا الزومبي عم ياكل الويتش. ليتس جو نحن معصبه. ستيف هذاك بدون راس صار. ليتس جو الوذر واندر دراجون عم يقاتلوا بعض. هيرو براين بس واقف هناك عم يفجر بحاله. هذا الزلمه عم بغش، اكون صريح هذا الزلمه عم بغش، او ممكن في باك، واحد من اثنين. على العموم زومبي ليتس جو عم زومبي هلا ماسك ستيف بده ياكله، بس في مشكله صايره ما عم يحسن ياكله لسبب من الاسباب. الجايست ضايع، الجايست رسميا ضايع، الوذر والاندر دراجون قاعدين يقاتلوا بعض هلا، والاندر دراجون مات. الاندر دراجون صار مع الوذر حوله، والوذر عصي. هذا اللي سيته عم يفجر بحاله. تفجر بحالك؟ يب عم ياكل دامج. اوه اوكي هلا فهمت. في واحد لعب بمخ هيرو براين وحوله ضد نفسه، فصار هيرو براين يقتل بحاله. انت شو عم تساوي؟ شو عم تساوي انت هلا يا جماعه؟ فهموني كمان باي، بس لا تعايشين قاتلوا بعض. كمان ايش بي تبعك؟ هلو الجايست اتوقع هو اعلى واحد بيناتهم. قتلوا بعض يا اولاد حلال. خليني احاول اطلع الوذر برا، مع انه بس اني ماسك الوذر عم تعلق الدنيا وما بده يحرك برات المكان، في شيء مخليه هناك. اوكي هلا روح قاتل، يرحم اهلك سوي شغله هلا. عم يقاتلوا؟ اخيرا؟ يس اخيرا عم يقاتلوا. ليتس جو الفايت رجع. البليز هو اللي فاز. شيت البليز هو اللي فاز، اخر بني ادم توقعته يفوز.
ديم. بس صراحة الفايت الأخير أبدا ما توقعت إنه هذا لما يفوز. فأتوقع إنه هذا كان كل شيء. أتمنى إن عجبكم الفيديو، أتمنى إن استمتعتوا فيه. طبعا في عنا مودات جديدة حنشيك عليهم الحلقة الجاي، واللي هن هدول. والمود الصيني جاء أبديت، بس أتوقع إن الأبديت مجرد صور ما توقع بالطاقات. خلينا نشوف لو هذا لما يصير بفجر الدنيا. فعلى العموم هذا كان كل شيء، اتمنى ان عجبكم الفيديو، اتمنى استمتعتوا فيه. اذا عجبك الفيديو واستمتعت فيه لا تنسى تسوي لايك، تشترك في القناه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومع السلامه. ابريش شيء السيد شغال، السيد موجود. لا هذا هو فجر الدنيا دحيف مسح الكل.